إذن يعتبر القفز بالمظلة من الرياضات الشيقة والتي تحتاج إلى الشجاعة والجرأة من قبل المتدرب. وتتمتع هذه الرياضة بشعبية كبيرة في عدد من دول العالم. الزميل شربل أبو ديوان قفز على علو 13,000 قدم وعاد لنا بالتقرير التالي. تعتبر رياضة القفز أو سكاي دايفينج من الرياضات الشيقة المليئة بالإثارة والتي تتطلب شجاعة من قبل المتدرب. العديد من الشبان يجدون في هذه الرياضة متعة للترفيه عن النفس والتسلية. سي روي، جاد، إلياس، تمارا وروي وغيرهم من الشبان قرروا ممارسة هذه الرياضة الفريدة من نوعها في نادي سكاي دايف دبي، والذي يعطي دروسا خاصة للمتدربين من كل الفئات العمرية. لا ما بتخوف ابدا، ما بتخوف، وبحال كانت بتخوف بدنا نكسر هالخوف هيدا، بدنا نتحداها. I am excited. We're gonna go 200 kilometers per hour down. And this is my first time and actually this morning I said no, I'm not doing it. شعور it's a mix يعني بين خوف و... وادرينالين و ready to do it. يلا بقى نعملها. يخضع المتدربون للعديد من الدروس قبل القيام بالقفزة، كدروس السلامة العامة وكيفية أداء القفزة والمحافظة على توازن الجسم بالتمايل حسب اتجاه الرياح، كما ويخضع المتدرب لتمرين دقيق على كيفية التصرف في حالة الطوارئ، أي في حال عدم فتح المظلة خلال القفزة، ويشرف على التدريب أخصائيون أجانب ومحترفون. الكل استعد للقفز، البعض سيطر على مشاعره، أما البعض الآخر فبدا الخوف واضحا على وجوههم. لحظات من الخوف والتوتر ترافقك طوال فترة السباحة في السماء إلى أن تحط على أرض اليابسة. ما بعرف أوصفه. It's amazing. سكاي دايف دبي is the best man. ما بيعمل سكاي دايفنج ما شاف شيء بحياته. مراقبة المتدربين لم تكفي لإقناعي بمتعة هذه الرياضة، فقررت خوض التجربة بنفسي. وينضم إلينا في الاستوديو محمد يوسف، محترف رياضة القفز بالمظلة ومدير سكاي دايف دبي. صباح الخير. صباح النور. أول شيء نعرف أكثر عن طبيعة هذا النشاط الرياضي وأنواعه، هل في أنواع مختلفة للقفز بالمظلات؟ نعم، هناك في قفزات اللي هو احنا بنسميه على السولو جامب اللي هو القفز هاوي، فيكون الشخص يمارس القفز يعني فردي، وفي له قفز جماعي للمشاركات في البطولات، وفي وفي قفزات استعراضيه للمناسبات، وفي له القفز احنا اللي هو ترادف اللي هو تندم جام. ايوه، فمثلا تندم جام الشخص يكون مش قافز، فاي واحد سواء كان ذكر ولا انثى فممكن حاليا عند السكاي دايف دبي موجود يعني بمعدات حديثه، فمن اكثر المدربين ومقفزين موجودين، ففي خلال 5 إلى 7 دقائق ممكن ف
تعليمات لل طب هون خلينا يعني نبدا نفهم بعض الامور. اول ما يبدا الشخص يتدرب على القفز بتدربوه من اي علو اول مره؟ احنا اذا 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 قلنا عن نتكلم عن الترادف وتندم جام من 5 إلى 7 دقائق. لا العلو يعني انا مثلا جديد بدي اتدرب اصير على القفز وامارس هذا الهواية. انت اذا تريد تتدرب طبعا اول قفزه من 13,000 فيكون معك هي اول واحده من 13,000. يا سلام. فطبعا تاخذ تدريبات ارضيه قبل والاشياء امان كيف تفتح الاحتياطيه كيف توجه المظله وبعدين لما تنجح في الاختبارات او اي اختبار اللي موجود في هذا من ثم مع 2 مدربين ومصور معك هم ماسكينك يعني خارجين مع بعض وماسكينك ففي هناك مثلا اشارات من المدرب وتعمل انت مثلا كيف تفتح المظله وكيف هذا وبعدين يشر لك يقول لك مثلا افتح المظله تفتح المظله وبعدين في جهاز عندك في شخص موجود على الارض كيف توجه المظله توصل الارض مكان المناسب. طب شو الاحتياطات اللي بتاخذوها مثلا اذا حدا طلع بالجو وعطلت معه المظله بتفتح مظله احتياط شو هي الاخطار اللي ممكن تكون؟ دائما الشخص القافز عنده مظلتين، مظله رئيسيه ومظله احتياطيه. في حاله المظله الرئيسيه صارت فيها مشكله يتخلص منها اللي بيسمونه كاتوي يتخلص منها يفصل المظله الرئيسيه في ثواني يعني في سحبه تنفصل المظله الرئيسيه. في نوعين، نوع عندما تتخلص من المظله الرئيسيه المظله الاحتياطيه تفتح معها على طول. وفي طريقه ثانيه اللي هو تفتح تخلص وبعدين تفتح الاحتياطيه. ايوه. بس في حاله مثلا شخص ما قدر يفتح الاحتياطيه، في جهاز موجود على الاحتياطيه اسمه سايبرس ومن احدث اجهزه يعني اقول لك 99.9 الجهاز مضمون فتحه. على ارتفاع 900 قدم الجهاز هذا رايح يفتح المظله الاحتياطيه يعني لحاله يعني في امان يعني 3 حالات امان في اصلا 3 حالات. طيب شو الشروط الصحيه اللي لازم تتوفر بالشخص قبل ما يمارس؟ طبعا اول شيء العمر العمر يعني اكون من 16 وفوق واقل من كم؟ مش اقل من 16 لا اكثر من 16 بس اقل من اي عمر يعني ممكن 70 سنه يكون عمره يقفز؟ والله اذا كان هو هاوي ممكن مثلا انا عمري الحمد لله يعني حديد فيعني ممكن امارس القفز وامارس يعني العام الماضي قفز طب ممكن يكون مثلا في طفل عمره لنقول 13 سنه 12 سنه بس بنيته مثلا ما شاء الله كبير انه لا حجمه لا بس العمر مهم في قانون دولي لابد ان نحن نتقيد فيه قانون دولي بالنسبه للأشياء الصحيه لابد منها يكون ما عنده مثلا امراض ما عنده قلب ما عنده مثلا ضغط يعني في امور يعني اذا كان هو بيمارس القفز ايوه نعم شكرا لوجودك معنا محمد يوسف محترف رياضه القفز بالمظله ومدير سكاي دايف دبي على هذه المعلومات وتشجيعك لنا على الاقل شكرا واشكر تلفزيون العربيه على هالفرصه وان شاء الله تسلم نشوفكم الحلقه الجايه